بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع مهم اسمه الـ Approach to Patient with Chest Pain in the ER. وأعتقد الموضوع ده مهم قوي لكل الناس، أطباء امتياز وطبيب تكليف وبطنة وقلب، يعني أعتقد كل التخصصات وكل المستويات محتاجة تعرف ازاي تتعامل بشكل صحيح مع مريض الشست بين. في الاول كده يعني حابب ان احنا ندعو بالرحمة والمغفرة لاستاذنا الدكتور مصباح طه واستاذنا الدكتور منتصر الصقلي، اساتذتنا اللي علمونا وكانوا داعمين لنا في القسم، ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويرزقهم الفردوس الاعلى دون حساب. مريض الشيست بين دوت بتلاقيه، ويمكن ده اكتر كومبلين بيخلي الناس تتخض، يعني في دراسة بتقول لك ان 60 لـ 80% من الناس اللي بيجوا الاستقبال بشيست بين بيطلعوا نان كاردياك بين. واحنا كاطباء قلب اكتر حاجة بنقعد نفكر فيها هي الاكيوت كورونري سيندروم والاسكيميك هارت ديزيز. والحقيقة ده مش غلط، ده الصح. يعني كل الجايد لاينز اللي بتقول لك شيست بين يقول لك اول حاجه رول اوت الكاردياك كوز اوف شيست بين، ده اول حاجه. بعد كده تفكر في النون كاردياك كوز. احنا بنسيستم نفسنا ان احنا نقول ده كاردياك ولا مش كاردياك، طب مش كاردياك ايه، يقعد يبرم بقى على كل التخصصات. طيب احنا لو عايزين نحط بروتوكول شيست بين، يعني ايه اول حاجه تيجي في بالك؟ ان انت تدور على جايد لاينز. طب ما لقيتش جايد لاينز، هتقعد تدور على ترايلز او سمول ستادز، او تدور على كيس ريبورت او اكسبرت ايبينيوم. فانا لما جيت ادور لقيت في جايد لاين لذيذه قوي وامريكيه تقول لك ان انا عندي جايد لاينز للتعامل مع الشيست بين، يبقى دي حجه عليك ان حضرتك ما ينفعش تتعامل مع مريض شيست بين في الاستقبال الا لما تبقى قاري الجايد لاينز دي. الجايد لاينز حطت لنا مفاتيح حلوه قوي. اول مفتاح قال لك تجنب ان انت وانت بتبلغ حد سينيور عليك ان انت تقول انا معايا حاله اتيبيكال شيست بين. شيل قاموس تيبيكال واتيبيكال ده من حياتك. ليه؟ لان في حالات كتير اتيبيكال وبتطلع اسكيميك، وفي حالات كتير تيبيكال وتطلع مش اسكيميك. فقال لك ايه؟ قال لك انت لما يبقى العيان عندك شاكك ان هو كاردياك، قول كاردياك او بوسيبل كاردياك او نان كاردياك. فبالتالي هتهتم بالعيان اللي هو الكاردياك اللي هو التيبيكال، والعيان الاتيبيكال برضو هتهتم بيه. اذا شيل قصة الاتيبيكال من القاموس بتاعك. تاني حاجة، السواسية والعدل، الرجاله زي الستات. ليه؟ لان الستات من كتر ما احنا بنشك فيهم ان هم سايكيك بنعمل لهم اندر دايجنوزس، ودي حاجه وحشه جدا. تالت حاجه اللانجوج باريرز، يعني ما تبقاش انت مثلا مستلم في مستشفى بدون ذكر اسماء في قعر الصعيد وانت ما تعرفش اللغه بتاعتهم، هتيجي تقول لك انا عندي عضه في صدري، عندي جضه، عندي هقه، انت ما انتش فاهم. يا عم بقعد يا عم عمده البلد دي ويعرف بيعبروا ازاي عن الشيست بين. وفي حاجات لازم تاخدها في الاعتبار، ودي مشكله ان المريض المصري ساعات بيجي من غير الانفستيجيشنز بتاعته. اسال انت عملت حاجه خاصه بالقلب قبل كده؟ يعني لك ان تتخيل ان السي تي كورونري انجيو لما يبقى نورمال الصلاحيه بتاعته سنتين، يعني لو هو عامل سي تي في مكان محترم وقال لك ان هو نورمال كورونري خلال سنتين، ده كويس. ده انا اعرف ناس بتعمل الكورونا رانجو كل 6 شهور. يعني لما السي تي كورونا رانجو سنتين، امال الكورونا رانجو قد ايه؟ تمام. طب لو واحد عامل ستريس تيست خلال سنه، ده فاليد خلاص ان هو لو هو عامل اديكويت اكسرسايز وفي مكان محترم وجود ريبورت، ده يعني شهاده بتقول ان هو ما تفكرش في اسكيميك هارت ديزيز طالما انت خلال سنه من الانفستيجيشن. في قاعده بقى مهمه قوي قوي قوي، لازم نرجع للبيزل كونسبت، اللي هو البين اللي هو البيشنت بيعبر عنه، ده انهي نوع من البين؟ ده سوماتيك ولا فيسرال ولا نيوروباثيك؟
كلنا عارفين ان الفيسرال بين ده بيبقى فيج بين ومش لوكالايزد وبيبقى ايكو كومبريشن سواء في الجي اي تي او في الشيست، والسوماتيك بين بيبقى لوكالايزد وشارب وستيتشنج والكلام ده، ونيوروباسيك بين ده معناه ان البين واخد يعني درماتوم كده، يعني واخد L1 واخد C1 واخد C2، C1 ملهاش، ها واخد C2 C3 C4. فده يتطلب منك وانت بتعمل انتربريتيشن للمريض ان انت تبقى عارف توزيعة الدرماتومز ايه. يعني C2 ده بيغذى كتير قوي، تيجي واحدة تقول لك يا دكتور انا جلدة راسي شطة، جلدة راسي شطة ويطلع سيرفايكال ديسك C2، ده انا عندي وجع وتنميل في دراعي، ده انا عندي وجع في صدري ويطلع فيرتبرال افكشن بتاع اللي هو الروت بتاع السباينال روت. فمهم قوي تدرس الشكل ده، خده سكرين شوت وقول للعيان قول لي الوجع فين بالظبط. هيقول لك ماشي ماشي، هتعرف على طول ان هو ده الايه الديرماتوم. قال لك ان في حاجات بروبابيلتيز، يعني كل ما البين يبقى سنترال وكلنا عارفين الحته دي، وسكويزنج جريبنج هيفنس ده بيبقى تيبيكال، نروح يمه الشارب الفليتنج الشيفتنج بيكون اتيبيكال. بس اتفقنا ان احنا هنقول كاردياك بوسيبل كاردياك اند نون كاردياك. احنا عايزين نعرف ايه الديفينيشن اوف شيست بين، ايه الميكانيزمات اوف شيست بين، والنهارده هنقول الورك اب اوف اكيوت شيست بين في الاي ار، و في بعد كده هنقول الاولد ريكارنت شيست بين. احنا بالنسبه لنا ككارديولوجيست بنحترم اي بين من اول النك لغايه الامبلايكس، قدام او ورا او في اي من الدراعين، وي هاف تو ريسبكت. يعني اي شيست بين في الحته دي سواء كان شيست بين او في احد الارياز اوف ريفيرال وي هاف تو ريسبكت. يعني واحد يقول لك الدروس بتوجعني لما بمشي، ايه العلاقة؟ يعني موستلي اسكيميك. واحد يقول لي جاستريك بين لما بيمشي، لما بيمشي في خبطة في ظهره، ده كله شيست بين. ده كلها بس احنا كده بنفرش مع بعض ايه كونسبتات عشان لما نقول الورك اب نبقى فاهمين. اي مريض شيست بين لازم تبقى عارف ان الشيست مش مجرد قلب ولنج بس، ده انت عندك سكن وعندك سبكوتينيوس تيشو وعندك بريست في الرجاله والستات، وعندك مصل ودايافرام وبون وكارتلج وجوينت وفيرتبرا وليجمنت ونيرفز وبلود فيزلز وبلورا وبريكارديوم وهارت وايروي. ايه ده؟ ده حتى السايكولوجيكال ليفر سبلين، كل ده ممكن يعمل شيست بين. فانت مش عندك وان ديفرنشال دايجنوزس، ده انت عندك عشرات الديفرنشال دايجنوزس. يعني تعالى واحدة واحدة كده، السكن مثلا ايه اللي ممكن يعمل في اللوكشة اللي فوق دول شيست بين؟ عندك بيري هيربيتك نيورالجي او زوستر ايربشن، واحد عنده هيربس وطف على جلده وانت ما خدتش بالك مثلا، كانسر بريست ممكن بريزنت بشيست بين، فايبرومايالجيا واحد عنده حاجة سايكاتريك اليمنت بيخليه يحس ببين من كل المسلز، عنده مالتيبل تريجر بوينتس، دي بتوجعني دي بتوجعني دي بتوجعني، وعنده سليب ترابلز وعنده مشاكل. وعلى فكره الفايبرومايالجيا دي لا تستجيب للنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، وليها كرايتيريا كده هنبقى نقولها بعد. طيب واحد عنده ديسك هيرنيشن وسيرفايكال راديكو، يعني عنده حاجه اكيوت حصل ديسك هيرنيشن ضغط على روت عمل بين، ممكن البين ده يبقى في الشيست. بريكارديال كاتش سيندروم، حته نغزه كده بتبقى موجوده تحت البريست يقول لك اهي الحته دي بتوجعني، وانت سمعت الموضوع ده كتير، حاجه بتيجي في اليونج ايج وملهاش اي لازمه ولا قيمه، كل الفعل بعد لما بترول اوت الكاردياك سيمتومز وترول اوت الاسكيميك هارت ديزيز بتعمل له كالم داون كده وتقول له نون سترويدال وتوكل على الله. مايوفيشيال بين، مايوفيشيال بين حاجه زي الفايبرومايالجيا بس بيقول لك ايه انها بتبقى لوكالايزد لوان اور تو ماسل جروبس، ومن الاوفر يوز او التروما وعملوا لها حاجات مايكروسكوبيك كده، طب في الاخر يا عم العلاج ايه؟ هوت فومنتيشن وبسط عضلات ونون ستيرويدال والكلام ده. ماسل سترين بين فولزيفويد، في ستات كتير تيجي تقول لك انا الحته العظمه دي دمل،
يعني ايه دم اللي بتوجعها جدا، هي دي المشكله. هترول اوت وهتتعامل معاها ب نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، وممكن يصل الامر ان في بعض الناس بتحقن فيها وبعض الناس بتشيلها زيفويدكتومي. او دور كده تبص على حاجه اسمها زيفودالجيا او زيفودينا. سليبنج ليب سندروم، واحد عنده الضلعين بيركبوا على بعض مع النفس. ريب فراكشر، كوستو كوندرايتس، نيورالجيا، واحد عنده ماس ضغط على الثوراسيك اوتلت. طب انت واخد بالك كم الديفرنشال دايجنوزس؟ طب الاورتيك انيوريزم، اورتيك اكيوت اورتيك سندروم، اورتيك دايسكشن مثلا، التهاب فاسكولايتس، بالمونار امبوليزم، بالمونار هايبرتنشن، بالمونار انيوريزم وضغط على اللي حواليه، بلوريز افيوجن، برونكونومونيا، بريكارديال ماس. واخد بالك من ده كله؟ طب الهارت عندنا حاجات كتير جدا تعمل شيست بين. اعمل سكرين شوتس للسلايدز دي على الموبايل بتاعك. ده الديفرنشال دايجنوزس، كوروناري ارتري، اورتيك ستينوزس، ميترال فالف برولابس، بيري مايوكاردايتس، التكاريزميا نفسها تعمل شيست بين، والبراتي واي كاردياك ماس ممكن تعمل شيست بين. طب الاير واي واللنج، الاير واي واللنج، البرونكونومونيا بتعمل شيست بين، النمونيا، لنج ابسس، كارسينوما، فورين بودي، هايبر. ايه ده؟ ايه الديفرنشال دايجنوزس الكبير ده؟ طب الاسوفجس، ده الاسوفجس ده اشهر حاجه بتعمل شيست بين بعد الهارت. اسوفوجايتس، جيرد، سبازم، ديسبيبسيا، هايبر سنسيتيفيتي. ده واحد اصلا عنده سايكيك ستريس لدرجه ان هو بيحس بين من غير ما يبقى فيه حاجه باثولوجي. حاجه اسمها اسوفجيال هايبر سنسيتيفيتي سندروم. ما تتوهش، احنا هنفضل في الموضوع ده بستيب وايز ابروتش، بس انا عايز اقول لك كم الديفرنشال دايجنوزس الموجود قدامنا. لازم ترسبكت وانت بتتعامل مع مريض الشيست بين. واخيرا السايكولوجيكال اللي هي مش نادر على فكره، الناس كلها ستريسد وعندها سايكيك ترابلز، ولازم ترسبكت الموضوع ده. يعني مش مجرد ان انت استبعدت الاورجانيك كوز ان انت تقول العيان ده بيستعبط، العيان ده بيكومبلين ريلي، البيشنت هاز شيست بين وجه الاستقبال كذا مره وخايف يموت، فممكن السايكيك ترابلز دي تكون هي سبب الشيست بين. حاجه من اللي بيعمل شيست بين لو تفتكروا السيكل سيل كرايسيس. لو واحد مثلا حب بيشنت كانسر وماشي على كيمو ثيرابي ممكن يعمل له شيست بين، فبالتالي يحاول ان انت توسع المفهوم بتاعك. طب ما تيجي من ده كله نعرف الناس لقيت ايه. قال لك عملوا دراسة ولقيوا ان من سن 18 ل 24 سنة 50% ناقص سبيسيفيك شيست بين. بعد كده بين فلو ريسبيريشن، ابدومينال بين، وبونو انكزايتي. واخد بالك الانكزايتي واخد المرتبة الكام؟ المرتبة الخامسة. السوفيجيال ديس اوردرز، تيجي ترفع شوية بدأ يظهر لك الكوروناري اثيريسكلروزس، بدأ يظهر لك الاكيوت مايكاردال انفاركشن، الاريزميا، ولازالت الايه الاسوفجيال ديس اوردرز. بدا يكبر عن 65 سنه بدا يظهر لك الهارت فيلير. ده الهارت فيلير نفسه ممكن يعمل لي شيست بين، والهايبر تنشن برضو يعمل شيست بين. بعد كده برضو واخد بالك ان الاربعه جروب كاتيجوريز 50% من العينين نون سبيسيفيك شيست بين. يعني احنا لو انت ذاكرت الكارديو كويس انت هتشخص 20% من الناس، ده لو شخصتهم صح، و80% من الناس انت ده ناس شيست وناس جي اي تي وناس 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 ممكن يمس منك الكلام ده. طيب تعالى بقى الهاري اللي احنا قلناه ده تعالى نسستمه كده واحده واحده في ابروتش ستيب وايز الجوريزم. ازاي افكر مع المريض بتاع الشيست بين اللي جاي لي فين في الاستقبال؟ يعني مثلا لو واحد 58 سنه وجاي لك عنده سكر وضغط وبيدخن وعنده شيست بين من 4 ساعات، هتبدا تفكر معاه ازاي؟ اتعلمنا مع بعض ان احنا لازم نفكر بمبدا الاولويات A B C D E. وبعد ما تخلص ال A B C D ابروتش اللي فيه جواه الاكسجين ساتوريشن، جواه البلس اون بوث سايدز وبلاد بريشر والاي بي جي، جواه الكونشسنس ليفل والراندوم بلاد شوجر واكسبوجر بريف اكزامينشن كده للبيشنت، وبعد كده عندك عوامل مساعده انفستيجيشنز
اي سي جي واكس راي وايكو سونار، وممكن يصل الامر ان انت تعمل سي تي وام ار اي عشان تشخص المريض. طبعا يعني لو العين عنده ايروي اوبستراكشن فهو خلاص مشخص نفسه، واحد جاي عندك اصلا انكونشس قالوا له كان عنده جيست بينه انكونشس بلع لسانه بقى في فورن بودي، يتعامل معاه في قصه الايروي اوبستراكشن. طيب في البريسينج انت بتشوف الشيست وبتسمع الباك، نفترض ان انت لقيت كريبيتيشنز، واحد عنده شيست بين وكريبيتيشنز، فانت هتقول اه ده ممكن يكون بالمونري ديما، ممكن يكون نمونيا، ممكن يكون انترستيشيال لانج ديسيز. طب هتبدا ان انت تحاول تفرق كلينيكال وبي الانفستيجيشنز الاسلحه بتاعتك، يعني مثلا البالمونري ديما ولا كيوت هارت فيلر ده عيان ارثوبنك وعنده كونجستد نيك فينز وعنده اللور لمب ايديما، تعمل ايكو تلاقي سيستوليك او دايستوليك ديسفانكشن، تعمل شيست اكس ري تلاقي البالمونري كونجيشن. انما النمونيا والانترستيشال هتلاقي السنترال فينس بريشر بتاعه كويس، ما عندوش لور لمب ايديما، الايكو بتاعه كويس. عشان كده الايكو في الامرجنسي مهم جدا، يقدر يفرق لك العين ده كارديك ولا نان كارديك، شيست ولا كارديو. كنا زمان بنتخانق احنا وبتوع البطن، العين ده كارديو العين ده مش كارديو، فبنروح كده بالبلدي مركبين جوجلر فينس بريشر كانولا ونشوف كده. لو عيان عنده سي في بي زيرو، جوجلر فينس بريشر زيرو، معنى كده ان هو اكيد مش اكيوت هارت فيلير يعني. انما لو كان 30 35 25 في الحدات دي، هتبدا ان انت تقول اه ده ممكن يكون اكيوت هارت فيلير. يعني ايه رايك مثلا في المريض ده؟ يعني اكيد العيان ده عنده نورمال كاردياك شادو، وفي نفس الوقت عنده نمونيك باتشز وعنده شادو كده الموضوع ابسس، ده مثلا واحد عنده لانج ابسس، خلاص انت لقطت بالشيست اكس راي العيان عنده ايه، هتبدا ان انت توجهه العيان لحد شيست بحيث ان هو يتعامل معاه. طب نفترض ان انت لقيت العيان عنده ويز، فالويز ده ممكن يبقى سي او بي دي اكسسبريشن، صح؟ ممكن يكون ازمه اكسسبريشن، ممكن يكون برونكونومونيا، هتعمل له شيست اكس راي واي سي جي هتلاقي شيست اكس راي فيها برونكومونيا محترم. طيب نفترض ان العيان جيت تسمع هتلاقي دمينش دير انتري على وان سايد، وخلي بالك دي من الحاجات اللي بتبقى ميسد شويه، يعني ممكن تقعد لك انا يمكن انا مدني مش سامع كويس ولا لا، اسمع حلو، هتلاقي في ديفرنشال، يعني هتلاقي الاير انتري مسموع على واحده واليمه التانيه مش مسموع عليها، تبدا ان انت تقول ده افيوجن ولا نيوموثوركس ولا ايه النظام، فتعمل شيست اكس راي واي سي جي برضو، هتبص تلاقي مثلا الافيوجن معروف بالاوبست الاوبليتريشن بتاع الكوستوفرينيك انجل، انما هنا مثلا هتبص تلاقي البرونكو فاسكولار ماركينج اختفت من الشيست اكس راي، واللانج شادو نفسه بقى مكموش على نفسه كده يمه الهارت، فدي نيوموثوركس انما دي بلورال افيوجن. بس الدنيا ما بتوقفش على كده، الدنيا ان انت خلاص شخصت فبتتعتل لحد سبيشاليست عشان يبروسيد في الامرجنسي مانجمنت وبروسيد في ايه السبب. مهم قوي نعرف ايه سبب البريزنتيشن. طبعا لو لقيت كلير باك فانت كده خلاص البريسنج ما فادكش. طب ايه الان ابروبريت شيست موفمنت ده؟ يعني واحد الباترن اوف بريسنج بتاعه فيه مشكله، ده ممكن يكون اكيوت نيورو ماسكولار ايشو، او ممكن يكون فليل شيست، واحد عنده مالتيبل فراكشرز فهو بياخد نفسه في ضلوع بتطلع وضلوع بتنزل عنده فليل شيست، ساعتها برضو هتعرف ان سبب الشيست بين بتاعه ريب فراكشرز. تعال بص كده على المريض ده، والمفروض احنا لما بناخد نفس ايه اللي بيحصل؟ خد كده نفس، خد نفس، اذا بطنك بتطلع طلع النفس بطنك تنزل، ده بياخد نفسه بطنه بتتشفط عليه، يبقى معنى كده ايه؟ ان الديافرام ما بينزلش لتحت، ده العيان ده عنده بايلاترال دايفراجماتيك باراليسيس، فاهمني؟ فمهم قوي تشوف الباترن اوف بريسنج بتاع العيان دوت. طيب لو ليه في بينفول بريسنج، واحد عنده بيقول لك انا حركه النفس بتوجعني، ساعتها هتشوف في تندر بوينتس ولا لا، وممكن يكون بلورزي او ماسكولوسكليتال. طبعا في اسباب كتير بتعمل دي ساتوريشن، بس لو لقيت الساتوريشن تحت 90% يو هاف تو جيف اوكسجين ماسك. طيب
السيركيوليشن بلس، عيان عنده شيست بين، البلس والبلاد بريشر والاي بي جي ممكن يفيدوني بايه؟ يعني البلس لو نورمال خلاص، انما لو في براتي كارديا، على فكره الهارت بلوك ممكن يعمل شيست بين، لو في تاكي كارديا التاكي اريزميا تعمل شيست بين. واحد كل ما بيجي له شيست بين نيجي نعمل له اي سي جي نلاقي عنده اتريال فايبريليشن، تمام؟ مش لازم يبقى اسكيميك هارت ديزيز، ده غير ان التاكي اريزميا نفسها بتزود الاكسجين ديماند. يعني لو واحد عنده اندرلاينج اسكيميك هارت ديزيز ممكن تعمل شيست بين. طب لو ليد ان ايكوال بلس، سلام، واحد عنده شيست بين وان ايكوال بلس، فساعتها هتشك فيه اورتيك دايسكشن، هتروح تعمل شيست اكس راي تو سسبكت، هتبص تلاقي في عندي دايليتد اورتيك شادو فتشك ان في اورتيك انيوريزم، تروح تعمل ايكو، تعمل سي تي اورتوجرافي. طيب البلاد بريشر ممكن يكون هاي بوتنشال، وانت قاعد بتدور مع العيان على حاجه تمسكها تفصصها، يعني لو لقيت العيان ده شوكت هتقعد طب يا رب دي كارديوجينيك ولا هايبوفوليميك ولا نيوروجينيك ولا سيبتك ولا اوبستراكتيف، فهتبدا ان انت تعمل ايكو وتشوف الانفيريور فينا كيفا دايمتر، هل في دايليتد اي في سي ومش بيكولابس، يعني السي في بي عالي يعني يا كارديوجينيك يا اوبستراكتيف، ولا السي في بي امتي الاي في سي كولابسد على نفسه ومفيش اي سي في بي زيرو، فساعتها هتشك في سيبتك او هايبوفوليميك. ممكن اللي يكون عامل العين ده شيست بين سيفير هايبرتنشن، هايبرتنسيف ايمرجنسي، واحد ضغطه 250 على 130، وتيجي على فكره بعد ما تظبط له الضغط وتصوره كورونر انج تلاقيه نورمال. يعني اللي عمل شيست بين التيبيكال شيست بين او الكاردياك بين ده هو السيفير هايبرتنشن. لو ليت ان ايكوال بلاد بريشر يبقى ده القصه بتاعت اورتيك دايسكشن تو سسبكت، طبعا في اسباب تانية. طب الاي بي جي ممكن يبقى نورمال، ممكن يبقى ميتابوليك اسيدوزس، وعلى فكره لو عيان دايابيتك ودخل في حاجه ايمرجنسي كبيره فساعتها انت ممكن ده تدخله في دايابيتك كيتا اسيدوزس، فلو لقيت ميتابوليك اسيدوزس ده ممكن يبقى مش شوك، لو هو شوك لاكتيك اسيدوزس، ممكن يبقى دايابيتك كيتو اسيدوزس، ممكن يبقى اكيوت رينال فيلير. وعلى فكره كان في مريض معجوز عندنا بشيست بين وادوا له الانتي اسكيميك دراجز ونسوا يعملوا له اي بي جي، وحظه السيء ان المعامل بتاعته باظت وبرزيستنت شيست بين ديسبايت الفول انتي اسكيميك دراجز. على بالليل الكريات طلع كام؟ 10، والاي بي جي سيفير ميتابوليك اسيدوزس، البي اتش كانت 7.1، العيان ده راح غسل رجع زي الفل. يعني واحد عنده يوريميك بريكارديتس واكيوت رينال فيلير وبسبب ان انت ما شفتش الاي بي جي يو ميس ذا بيشنت، وممكن العيان كان يموت وانت ما تعرفش، يخش في سيفير هايبر كاليميا ويموت وهو محتاج يغسل وانت قاعد تديله في انتي اسكيميك دراجز. طب لو لقيت ريسبيراتوري اسيدوزس ساعتها تشك ان العيان ده سي او بي دي او ازما اكسسربيشن، او ان يكون ادفانسد اكيوت هارت فيلير، صح؟ طب لو لقيت العيان ده عنده ريسبيراتوري الكالوزس، صح، يبقى غالبا هايبر فنتليشن بسبب انكزايتي، ساعتها روح نديله كيسه يتنفس فيها شويه لو في بقى ايه اعراض تانية وكده. خلي بالك بقى من حاجه، احنا عدينا بتاعه ريسبيراتوري اسيدوزس دي شويه، وانت بتبص في الاي بي جي بص على البايكارب، لو لقيت البايكارب عالي تلاتينات لازم تشك ان العيان ده يكون عنده اندرلاينج سي او بي دي. طب هتفرق معايا في حاجه؟ طبعا لو انت شكيت ان العيان سي او بي دي نيفر ان انت توصل الاكسجين ساتوريشن بتاعه 99 و100، ده انت تخلي الاكسجين ساتوريشن من 88 ل 92. ليه؟ لان العيان ده بيبقى اصلا متعود على ان السي او 2 ليفلز عاليه، فالريسبيراتوري سنتر بيحصل له ديسنسيتايزيشن، يعني خلاص ارفع انت براحتك بس انا مش هعمل ريسبيراتوري درايف، فالاونلي درايف فور ريسبيريشن هو الهايبوكسيا. لما عندك تصلح الهايبوكسيا هتعمل ريسبيراتوري ديبريشن سي او 2 ريتنشن وتدخل العيان في ريسبيراتوري فيلير. فمهم قوي تاخد بالك من قصه البايكارب في اي عيان، لقيت البايكارب عالي والبي اتش قليل او نورمال يو هاف تو سسبكت ان البيشن ده عنده اندرلاينج سي او بي دي. حلوه.
طيب الكونشس ليفل طبعا ممكن يبقى ديستربد لو العيان دايبيتيك كيتو اسيدوزس او يوريميك انكيفالوباس او شوك او سيوتو ناركوزس، وهتتعامل بناء عليه. ولا تنسى السيتي برين، يعني اي عيان جاي لك ديستربد كونشس ليفل نيفر ان انت تعديها كده وتقول انا هدور على السبب من غير ما اعمل سيتي برين اطمن العيان ده فيه هيموريج ولا فيه ستروك، تمام، انفاركشن. الراندم بلاد شوجر طبعا هيبقى عالي لو العيان دايابيتك كيتو اسيدوز. طيب الاكسبوجر دوت معناه ان انت تعمل رابد تشيك للعيان ده كده من ساسه لراسه، يعني تشوف العيان ده عنده شيستول انجري، عنده راش، عنده تندرنس ايبيجاستريك تندرنس، هتشوف العيان ده عنده جاسترايتس، ميرفي ساين بوزيتيف، تشوف العيان ده عنده كوليسيستايتس جوندس، طب عنده جيرد من سيرجيكال ابدومن، طب في بريست ماس او السر او نيبل ريتراكشن، طب في ليمف نودز في اي حته، في ساينز اوف دي في تي تحت في رجليه ولا لا، تاخده كده ايه رابيد تشيك، ده كله ممكن يساعدك في الدايجنوس. يعني لو انت كشفت عيان مثلا لقيت الشكل ده، واحد عنده يقول لك حرقان في صدر، بتكشف القميص لقيت راش ايربشنز زي دي، خلاص انت يا بيه عندك هيربس زوستر، هيروح ياخد بقى الحاجات اللي هي الايه الجابابنتين والبريجابالين، وياخد الاسايكلوفير والقصه بتاعت الهيربس دي. طيب نفترض انت بتكشف صدر، يقول لك يا دكتور انا عندي وجع في صدري، ليه في خطوة عندي تعبان كده، على ده حاجه بيسموها موندور ديزيز، ده سوبرفيشال ثرومبوفليبايتس، شويه دهانات ومسكنات ونون سترويدلز والدنيا بتعدي، بس تيك كير ان هو ممكن عيان يخش الدي في تي بسبب، بس ده سوبرفيشال ثرومبوفليبايتس. فقد ايه ان انت البريف اكزامينشن ده مهم، ساعات بلقط لك العيان تقول بس خلاص يبقى انت في عندك دايجنوزس، هو اللي عامل لك الشيست بين، تكلم البيشنت وتدي له الابروبريت تريتمنت او تبعته لحد يشخصه او يكمل العلاج بتاعه. طيب انت دلوقتي عملت الاي بي سي دي ابروتش وخلصت كل حاجه والعين جاي لك شيست بين، لازم تعمل اي سي جي، والاي سي جي لما يتعمل في الاستقبال لازم يتعمل البوستيريو واللايت ليدز روتين، يعني ما تجيبليش اي سي جي العيان عنده شيست بين من غير ما تبقى عامل البوستيريور ليدز وتبقى عامل الرايت بريكورديال ليدز علشان تشخص الايزوليتد بوستيريور ام اي او الار في انفاركشن. حلو، فالاي سي جي هيطلعك على حاجه من سته، يا اما ستيمي فتمشي مع الستيمي جايد لاينز، او بيريكاردايتس ديفيوز اس تي اليفيشن كونكيف ابورد فهتعمل ايكو وتمشي بسكه البيريكاردايتس، او نون اس تي اليفيشن اكيوت كورونري سندروم هتلاقي تي ويف انفرجن اس تي ديبريشن، وخاصه لو في داينامستي فهتمشي مع القصه دي. طيب نفترض ان القصه بتاعت الاي سي جي فيها اريزميا، هتمشي مع قصه الاريزميا. طب لو نون دايجنوستيك لازم بعد ما تعمل البوستيريور ليدز وتعمل اكسلنت الرايت بريكورديال ليدز خلصت، فهتبدا نورمال اي سي جي، نورمال اي سي جي تعمل ايه تروبونين، اكسلنت، يو هاف تو تشيك الكاردياك انزايمز ايفن لو الاي سي جي نورمال. طيب عملنا الكاردياك انزايم، قال لك لو انت عملت الكاردياك انزايم بعد 3 ساعات من الشيست بين وطلعت نيجاتيف، دي كفيله انها تخلي البيشنت اللي قدامك ده لو ريسك او لو بروبابيليتي. طب لو جالك في الاول اعمل الزيرو 3 بروتوكول، يعني الزيرو كاردياك انزايم اول ما يجيلك وكاردياك انزايم تاني بعد 3 ساعات، لدرجه ان هم بره بيقولوا ان لو العيان لو ريسك وعنده الكاردياك انزايم نيجاتيف ممكن الديسشارج هوم من غير ما نعمل ادميشن ومن غير ما نعمل ايرجنت كاردياك تيستينج، بس تيك كير ان مش كل حاجه اسكيميك هارت ديزيز، ممكن العيان يبقى عنده نورمال اي سي جي ويبقى عنده نيجاتيف كاردياك انزايم بس عنده كارثه تانية هتموته، لا بتعمل اي سي جي تشينج ولا بتعمل كاردياك انزايم بوزيتيف، فتيك كير. فاحنا الكلمه دي انا مش موافق عليها الا لما تستبعد كل اللايف ثريتنج كوزز اوف شيست بين. طيب انت البروتوكول بعد ما عملت الاي بي سي دي اي ابروتش وعملت الاي سي جي
الاي سي جي لو طلع فيه حاجه هتمانج، مفيش حاجه هتعمل الكاردياك انزايم عند صفر وعند 3 ساعات. طب وانت مستني بقى هتقعد بقى تتفرج على العيان ولا تعمل حاجه؟ في عندك اسلحه تانية، في ممكن تاخد هيستوري كويس بقى من الريلاتيف ومن العيان. انت الدنيا الى حد ما مفيش حاجه لايف ثريتنج في الاي بي سي دي ابروتش. ممكن تعمل شيست اكس راي، ممكن تعمل ايكو، ممكن تطلب لاب، حاجات تانية زي السي تي والام ار اي. يعني مثلا هل بصة الايكو دي تفرق معاك؟ تفرق معاك جدا لو العين فيه هيمودايناميك كومبرومايز، صح؟ وهتفرق معاك جدا عشان تشك في النون اسكيميك باثولوجي او كومبليكيشن اوف اسكيميك باثولوجي، يعني اورتيك دايسكشن، اندوكارديتس، بريكارديال افيوجن، ده كل الايكو هيجيبه. يعني مثلا لو العين جاي لك نفترض بام اي وفي هيمودايناميك كومبرومايز، جيت تبص عليه بالايكو لقيت الشكل ده، ده ايه ده؟ اكسلنت، ده واحد عنده في اس ار. غير لك الاستراتيجي خالص من ان انت كنت هتعمل برايمري بي سي اي، ان انت هتصوره ممكن تعمل بيت سي وتبعته يعمل ايه ارجنت كابج اند كوركشن للفي اس ار. ممكن تلاقي العيان عنده اكيوت ميترال ريجيرج وهو ده اللي عامل له هيمودايناميك كومبرومايز. ممكن تلاقي العيان ده عنده سودو انيوريزم، سودو انيوريزم، شايف نارو نيك وانيوريزم جنب القلب، ده لو سبته هيموت. ساعتها هتغير الاستراتيجي بتاعت الاسكيميك بيشنت من مجرد بي سي اي الى اوبن هارت سيرج. ممكن العيان ده يكون دخل في تامبونات، حتى لو كميه الفيوجن مش كتيره، بس انت عندك دايليتد اي بي سي ومفيش انسبيراتوري كولابس والعين شوكت او هيمودايناميك كومبرومايز، فده هيخليك تشك في تامبونات وارجنت بريكارديو سنتيز. دي مثلا بصت ايكو. ممكن تبص تلاقي العين عنده اكيوت اورتيك ريجيرج، اي سبب من الاسباب، واحد كان عنده بروبلابس وحصل اكيوت ريجيرج، واحد انفكتيف اندوكارديتس ومست وحصل بيرفوريشن، واحد اورتيك دايسكشن وحصل اكيوت اورتيك ريجيرج، يعني ده كله يعمل شيست بين ويعمل هيمودايناميك كومبرومايز. ده مثلا ايه رايك فيه؟ شايف الفلابه اللي بتلعب في الاورطه دي؟ ادي قصه اورتيك دايسكشن. طيب واحد شيست بين جه تعمل له الايكو لقيت الرايت سايد دايليتد والسبتم بقى دي شيبت والرايت فينتريكولار فلي وول مش بيكونتراكت كويس بوزيتيف ماكون ساين والضغط بتاعه شوكد او بوردر لاين، فهتشك ان العين ده اكيوت بالمونري امبوليزم. طب واحد شيست بين وشاكك ان هو بالمونري امبوليزم، بصيت بالايكو لقيت الثرومبس بتلعب جوه القلب، ما خلاص يعني الثرومبس دي هتروح فين في الرايت سايد؟ هتروح في البالمونري في اللنج، بالمونري امبوليزم. واحد شيست بين جيت بص عليه لقيته عنده ماسف بريكارديال افيوجن اند كاردياك تامبوناد والقلب قاعد يرم في ايه؟ في بحر الغدر. ده كله ممكن الايكو يفيدك بيه. ده مثلا واحد كان عنده رابشر كوردة تنديني، هو اصلا فالفولار هارت ديسيز، وقدر السيء يوم ما جالك بشيست بين جه بسبب رابشر كوردة تنديني، فساعتها انت هتبدا ان انت تغير الاستراتيجي بتاعتك. ده واحد عنده برضو كان عنده فالفولار هارت ديسيز ودخل في اكيوت اورتيك ريجيرج. طب حته على جنب كده، هو انا ايش عرفني ان ده اكيوت اورتيك ريجيرج؟ انه سيفير على نورمال دايمنشنز، الله يفتح عليكم. ممكن بالايكو تبص تلاقي في عيان عنده بلورال افيوجن، وانت ايش عرفك ان ده بلورال افيوجن؟ ان هو مش ليميتد عند اكسلنت، يعني هو معدي الليفل بتاع الديسندنج اورتا مش قدام الديسندنج اورتا، ودي ماس او حاجه تاب في البلورا، فده بلورال افيوجن. انما البريكارديوم نفسه هو فري، شايف انت شويه الفلويد الخفاف اللي بين الهارت وول والبريكارديوم، انما ده كله ايه؟ بلورال افيوجن. ده مثلا حالة الايكو كان مفيد فيها جدا ان هو يلقط الشيست بين وكانت ايه. تعالى كده على فكرة الكيس ريبورت بتخلينا نتأمل كده الناس دي بتفكر ازاي. يعني واحد عانى مع حالة ونشرها، فانت المفروض تقرأ بقى وتشوف هو فكر ازاي والوي اللي هو فكر فيه. دي واحدة في ميل كانت جاية الامرجنسي ديبارتمنت وعندها شيست بين وبالبيتيشن وجنرالايزد ويكنس، والموضوع ده استمر لمدة شهرين.
بس كان برومننت اول الاسبوع اللي فات وبقى سيء جدا immediately اليوم اللي قبل ما تيجي فيه الاستقبال. وجت وكان نفس السيميلر سيمتومز دي من اسبوع ودايجنوزد بانكزايتي، وانت يا بنت ما عندكيش حاجه ومحتاجه تتجوزي ومحتاجه عريس والكلام الايه الفاضي اللي احنا عارفينه ده. والبيشنت قال له بص ما فيش اي هيستوري ميديكال او سيرجيكال ولا في فاميلي هيستوري لاي مشكله. بيقول لك ان هو كانت بتشرب مرجوانة باين. مهم مع البرزنتيشن العيان كانت تاكيكارديا، الهارت ريت 126، الضغط 169 على 84، وفي مايلد تاكيبنيا يعني بتنهج ريسبيراتوريت على 17، انما افبرايل والساتوريشن بتاعها كويس والاكزامينيشن كويس، بس هي انكشوس شويه يعني ايه قلقانه. الكاردياك اكزامينيشن فيه تاكيكارديا وريجولار ريزم ومفيش ميرمرز، واللنج كلير تو اوسكالتيت بايلاترال، والسكن كويس ما فيهوش راش ولا ليجنز ولا حاجه. شايف بفكر ازاي وببص على ايه؟ نفس البروتوكول اللي احنا حطيناه. واللور اكستريمتي كويسه ومفيش دي في تي ولا اي حاجه، ولكن في هارت ريت لابيليتي. يعني ايه؟ قال لك ان هي لما تبقى قاعده لوحدها بتبقى الهارت ريت من 90 ل 100، لما بيراقبوها وحد داخل عليها من الاسطف الهارت ريت بيرفع ل 120 ل 140، ده بيخليهم يشكوا برضو في انكزايتي. لما جه عمل سي تي ما طلعش حاجه، الايكو طلع ماس. تخيل الايكو طلع ماس، يعني على الرغم ان السي تي وسكاردك بروتول ما طلعش اي حاجه، الا ان الايكو طلع ماس، والست عملت تي اي البنت وراحت فور كارديو ثوراسيك كونسلتيشن علشان يشيل الناس دي. فانت متخيل ان انت ممكن تبقى قاعد تكلم البيشنت وانت كويس وانت كويس، بس ايكو يفصل لك يعني عيان انت شاك انها شيست بينه وانكشوس وسايكيك، بس اعمل ايكو رول اوت الكارديك باثولوجي قبل ما تمشي العيان. طيب ايه من الهيستوري؟ طبعا كلنا اساتذه في الهيستوري وعارفين يعني ايه انجينال سيمتومز ويعني ايه شارب شيست بين ان هو يكون نون كاردياك. ويقول لك ان الانجينا دايما بتبيلد جرادوال على مينتس، يعني مش صادن. في فرق بين صادن واكيوت. صادن سيفير دي تمشي مع قطع دايسكشن، انما بيبيلد جرادوال. ده انا طبقه وتزيد 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 وقفشت عليا بعد قد ايه. فبقول لك ان الانجينال سيمتومز بتبيلد ان انتنستي ان فيو مينتس، انما السادن اونست ده يمشي مع دايسكشن اكتر. دايسكشن في اي حته اورطه او غيره يعني. طب فليتنج شيست بين، يقول لك ده كان هنا وبعد كده بقى هنا وطلع هنا ونزل هنا ومشي هنا، ده كده ايه انلايكلي ان هو يكون اسكيميك هارت ديزيز. اللي يبقى البين اللي يقدر يحدده بصباعه ليميتد ده طبعا من كاردياك. السيفير شيست بين ده بيبقى ماشي مع الاورتك باثولوجي. الاكسرسايز طبعا بيزود الاسكيميك هارت ديزيز. النيتريتس ممكن تنزله، بس تيك كير النيتريتس ممكن تخفف شيست بين بسبب باثولوجي تاني غير الاسكيميك هارت ديزيز. زي ايه؟ زي الاسوفيجيال سبيزم. طيب الاكس راي مهم قوي، واحنا كتير جدا من العيانين اللي انت بتجيبه نورمال اي سي جي ونيجاتيف كاردياك انزايم بتطمنه وتمشيه بتنسى تعمل له شيست اكس راي. شيست اكس راي مهم جدا وممكن يعرفك باثولوجي كتير. يعني مثلا ده تخيل واحد عنده اكيوت شيست بين ونورمال اي سي جي ونورمال ايكو، جيت تعمل له اكس راي لقيت فيه اير اندر دايفرام، اوبا ده مهم جدا. ده ممكن يبقى سبب الشيست بين بتاعه. تخيل جي اي تي برفريشن، واحد عنده اسوفيجال برفريشن، واحد عنده بيبتيك السر برفريشن، تعمل له سيفير ايبيجاستريك بين واير اندر دايفرام. فالشيست اكس راي مهم، ودي خير دليل انها ممكن تنقذ حياه مريض وانت كنت هتمشيه وتقول له انت كويس. ده مثلا برضو مثال. ايه اللي جايب الهوا الاسود ده في الكاردياك شادو؟ ده برضو نومو ميديا ستاينم، وده مشهور قوي مع الاسوفيجيال بيرفوريشن. الاسوفيجس ده اورجان خطير جدا. يعني انا لو بصنف الاورجانز من حيث الاهميه في الشيست بين، فواحد الهارت، اتنين الاسوفيجس. ايه رايك ده؟
اكسلان في اير اندر دافران هتشك بجي اي تي بيرفوريشن. طب واحد يانج ايج وسموكر وجاله شيست بين عنيف، جيت تعمل له اكس راي روتين لقيت فيه عنده نيوموثوركس، والحته دي ممكن ما تلقطهاش بالسماعه، بس مع الشيست اكس راي لقيت ان عنده سبونتينيوس نيوموثوركس حتى لو مش مخبوط ولا عامل اي حاجه. فالشيست اكس راي يا جماعه مهم جدا جدا. احنا دلوقتي طلبنا الفيرست ست نيجاتيف ومستنيين الست التانية من الانزيمز، لازم تشغل دماغك وتبذل مجهود مع المريض علشان توصل للتشخيص. طب في ايه تاني عندك في اللاب؟ يعني الدي دايمر يا عم اعمله، ممكن يبقى العين بالمونا امبوليزم. وفي حاجة بقى بتفرسني، لما تيجي تعمل سي بي سي المريض وتلاقيه انيميك، يقول لك ايه انت سيفير انيميا هنديك بلاد ونمشيك. يا ابني طب ايه سبب الانيميا؟ يعني هو مش طشت وهو فقد شوية دم فانت هتعوضه له وتمشي، ايه سبب الانيميا؟ لازم تعمل ريتكس تعرف ده هيموليتيك ولا نقص البرودكشن ولا زايد ديستراكشن، واعمل بلاد فيلم ده اضعف الايمان، ما يمكن اللي عامل له الشيست بين ده سيكل سيل انيميا. طب ليبر فانكشنز، لو لقيت زيادة البيلوروبين ساعتها هتشك في حاجات بيلري. كيدني فانكشنز، لو لقيت الكريات عالي هتشك في اكيوت رينال فيلر. طيب فيعني رجاء يا جماعه، لو انت عندك نيجاتيف كاردياك اكزامينيشن اند انفستيجيشن، يو هاف تو سسبكت نون كاردياك كوز وتبروسيد فيها، لان زي ما القلب فيه حاجات خطره الحاجات التانيه برضو فيها حاجات خطره. طيب لو ستيل ان اكسبلين شك في الاسوفجس، يعني عملت شيست اكس راي وعملت الاي سي جي وعملت اللاب والكاردك انزايم وستيل برضو العيان عنده شيست بين وان دايجنوزد، لازم تشك في الاسوفجس. خاصة يعني مثلا يقول لك انا كان عندي حموضة وارتجاع وكنت باخد فوار قبل كده بيودي الحموضة، ومتعود بياخد مسكنات كتير بوتاسيوم ايرن، فتشك في جيرد او جسترايتس، فيقول لك ادي امبيريكال اسيد سبريشن. بعض الناس كان في دكتور زميل محجوز في المستشفى باكيوت كورونا سيندروم، عنده سيفير شيست بين، يعمل الايكو كويس الاي سي جي كويس، وكانوا عايزيننا نصوره كورونا انجيو، قلت لهم مشوه على بي بي اي انفيوجن، حصل دراماتيك امبروفمنت في الشيست بين. يبقى لو انت عايز تاخد مني نصيحه النهارده بعد الهارت اسوفجس. طيب نفترض ان في عندك سيمتومز بقى اعنف من مجرد شيست بين، يعني شيست بين يقول لك مش عارف ابلع، شيست بين وفي وجع مع البلع، شيست بين وفي جي اي تي بليدنج، ايرن ديفيشنسي انيميا ان اكسبليند، بيخس الفتره اللي فاتت، ريكارنت فوميتنج، ساعتها هتطلب له مناظير ويروح لحد سبيشاليست يكمل معاه الورك اب بتاع الجي اي تي. طيب برضو امبيريكال اسيد سبريشن ومفيش ورنينج سيمتوم وستيل الدنيا ان اكسبليند، في فرق بين واحد بيدعي المرض وواحد فعلا مريض بسبب سايكاتيك ترابلز. في عندك ده اسمه الدي اس ام كرايتيريا، وانا الصراحه بشكر الدكتور اسامه يوسف هو اللي مديني الكرايتيريا دي احطها في المحاضره. بالبيتيشن، سويتنج، تشيكينج، شورتنس اوف بريس، شوكينج، شيست بين، بيقول لك لو جمعت من دول يعني اربعه او اكتر فغالبا العيان ده عنده بانيك اتاك. فيعني مثلا تخيل كده يقول لك واحده جايه عندها تقول لك انا في تنميل في وشي وحاسه ان انا مخنوقه من هنا ودايما عرق وفي صهد بيطلع مني كده، بحس ان انا كده ايه العرق طاميني. انت مش بتسمعه الكلام ده، تيجي تتدبر وتتامل الكلام ده وانت مش عارف تفسره تلاقيه موجود في الدي اس ام كرايتيريا بتاعت الايه البانيك اتاك. فغالبا العيان ده بيخش في بانيك اتاكس. طب النكست ستيب، ما تهربتش مع نفسك، ابعت المريض ايه لحد متخصص ان هو يظبط معاه. تعالى كده نتامل بعض الحالات مع بعض، نشوف قد ايه ان انت لما تطلع على حالات الناس اشتغلتها ده هيفرق معاك. ده مثلا واحد 37 سنة
وجاي الامرجنسي بنيو اونست ساب سترنال شيست بين، ومع الديب بريسنج بيتعب، يعني ياخد نفس بيتعب، وما جاش البين ده قبل كده كويس، يعني بين مع الريسبيريشن. ماشي، التمبريتشر 101 فرنهايم، الهارت ريت 106، ريسبيريشن 64، الاي سي جي كويس. ومن الحاجات يعني اللي بتبقى غريبة شوية لما حد بيلاقي كيس ريبورت منشورة، بص تلاقي الهارت ريت في الاي سي جي غير الهارت ريت بتاع البالس ريت، فوت يا عم، هي دي مش حالتي طبعا، دي حالة منشورة. With no evidence of STT with abnormalities، الكارديك ماركرز كويسة والشيست اكس ري كويس. واحد عنده شيست بين مع البريسنج والانفستيجيشن بتاعت الهارت كويسه والشيست اكس ري كويس. دي بقى كلمه اذرز اللي احنا بنقول عليها، هو ده مش بينفول بريسنج، يعني نعمل سي تي اكسلنت. لما عملوا له سي تي لقيوا ان في ماس جوه القلب، ده لو كان ماشي في البروتوكول حتى قبل السي تي كان ممكن يعمل ايه؟ اكسلنت، يعمل ايكو. لو عمل ايكو كان لقى ان في كاردياك ماس، بس هو ما مشيش على البروتوكول وعمل سي تي، وليه السي تي فيها رايت اتريال بارا جانجليوما، وده كان رير كوز اوف شيست بين. ليه؟ فالدرس المستفاد من الحاله دي ايه؟ لما تلاقي كل حاجه نورمال يا اخي بص بصه ايكو هتفرق جدا مع العيان. لو لقيت الايكو نورمال ابقى ساعتها اعمل ايه؟ سي تي. لان خلي بالك هو عمل السي تي كاردياك بروتوكول، يعني ممكن تبعت العيان يعمل سي تي شيست ومش كاردياك بروتوكول وما يطلع لكش الماس، فيمشي ستيب وايز. طيب ده واحد 37 سنه وجاله سادن اونست اوف ليفت سايد شيست بين وريفيرد للليفت ارم وبلوريتك في النيتشر، يعني مع الكحه وكده بيزيد ومش اكزيرشنال، وقال لك ان في شويه نوزيا وسويتنج وهو بيدخن بس ما فيش سيجنيفيكانت باست هيستوري، يبقى بلوريتك شيست بين والعيان بيدخن. ماشي، يعني سويتي شويه وتكبنك ساتوريشن حلو، الضغط يعني مش عالي قوي 149 78، وفي كريبيتيشنز على الرايت بيس وريديوسد بريسنج ساوند على الليفت، يعني في ريدكشن في البريسنج على الليفت سايد وفي كريبيتيشن على الرايت سايد. عمل الشيست اكس راي والاي سي جي، الاي سي جي قال لك شويه ساينس تاكيكارديا وفي ليفت بيزل شادوينج وابر لود دايفرجن، قال لك خلاص ده يعني ايه لانج باثولوجي وهنتعامل معاه. الهيموجلوبين كان 17 واللوكوسايدز 14 وفي نيوتروفيليا والسير اكتف بروتين عالي شويه والتروبين في النورمال انج، فقال لك خلاص يا عم دي كوميونتي اكوارد نمونيا وعامله شويه بلورال افيوجن ونبدا الانتي بايوتكس بتاعي. تاني يوم مع الراجل اهو زي الفل، يعني شيست وماشي على الانتي بايوتكس، حصل دي ساتوريشن وتاكيبنيا وتاكيكارديا والاي بي جي في عنده ميتابوليك اسيدوزس، شايف؟ لا مش ميتابوليك اسيدوزس، البي اتش قليله والسي او 2 عالي، يبقى ريسبيراتوري اسيدوزس ودخل في تايب 2 ريسبيراتوري فيلير. فقال لك خلاص احنا هنعمل ايه؟ نعمل سي تي، لقي فيه اكستنسيف ليفت سايد بوستيريور بيزال ماس اسوشيتد ويز هيميسوركس، يعني كان عنده ماس والماس هي اللي عامله الافيوجن وبعد كده ايه الدنيا فرقعت وعملت هيميسوركس. ولما عملوا يعني مور انفستيجيشنز لقيوا في حاجه اسمها اكسترا لوبولار بالمونري سيكوستريشن. فقد ايه السي تي والام ار اي لازم تحطهم ان يور مايند وانت بتتعامل مع المريض، يعني ما تكتفيش بشيست اكس راي وتقول انا هاتي انتي بايوتكس، لا اعمل سي تي. الناس دلوقتي بتعمل سي تي عمال على بطال. ده مثلا واحد 70 سنه وعنده بوردر لاين هايبرتنشن، تخين يعني شويه، وعنده 2 داي هيستوري اوف ليفت سايد بلوريتك شيست بين، جاي لك عندي شيست بين ومع النفس وليفت شولدر بين وشويه كرشه نفس، بقول لك ان هو بيصحى على بلوريتك بين في الليفت ميد اكسل ومش بوزيشنال ومش بالتردييت ولا لما تدوس ما بتوجعش وفي شويه مايلد ديسنيا ويعني نو اسوشيتد وذ دايفوريسيس، يعني مفيش دايفوريسيس
بس بيقول لك ان هو كان عنده لونج ايروبلين فلايت من اسبوعين، يعني كان مسافر بالطيارة وطول شوية من اسبوعين. هو هايبر تنشن وجاوت وبيبتيك ألسر وبيستي، خلي بالك، وعنده ايه بلوريتيك شيستمين في الاجزيلا، والاكسرسايز توليرانس يعني ما فيهوش مشكلة ودنيته كويسة يعني. طيب وكمان ايه عامل اكسرسايز بروجرام وديلي تريد ميل، يعني الراجل زي الفل. هو سبعينات بس قرد يعني. الضغط 156 على 90، الهارت ريت 80، وما فيش نودز ولا ديك حاجة، والاي سي جي والانزيمز نيجاتيف. وات از نيكست؟ شيست اكس راي نورمال. وات از نيكست؟ سي تي. لما عمل سي تي لقي ان في لو دينستي سوفت تيشو شادو في الليفت لانج بيس، واكتشفوا ان الموضوع ده ابيكارديال فات باد نكروزس هو اللي عامل شيست بين. طب علاجه ايه؟ كونسيرف. مش مهم، بس المهم ان انت شخصت المريض ده ان الابيكارديال فات نكروزس هو سبب الشيست بين بتاعه. فالدرس المستفاد هنا ايه؟ كيب ان مايند سي تي، وسي تي عند حد بيعرف يقرا ايه؟ سي تي. اكسلنت. دي 81 سنه وجالها صدن سيفير شيست بين immediately after drinking juice، شربت عصير من هنا جالها سيفير شيست بين. جات الطوارئ ودنيتها كويسه وستيبل، والاي سي جي واللاب بتاعها نورمال وما فيش اي حاجه خالص. هيموجلوبين كان 10 قليل، والاي ان ار 1.6، والاي سي جي كويس، والشيست اكس راي والايكو كويسين، والبليتلت والتروبونين وكل حاجه كويس. فالولايه دي برضو كان من الهيستوري بتاعها انها كانت عامله ريسنت كاردياك ابليشن وماشيه على دابيجاتران انتي كواجوليشن. حلو قوي. فقال لك سادن سيفير شيست بين من مجرد الوصف بتاعها شكه في اورتك انيوريزم. لما عمل سي تي انجيو فليه ان في ديستال امباكشن في الاسوفجس، قال لك يمكن دي فوت امبولس ولا حاجه. لما دخل عمل ابر جايتين اندوسكوبي ليه ايه؟ اكسترنسك كومبريشن للميدل واللور سيرد اوف اسوفجس، يعني الاسوفجس نفسه كومبريست من بره. رجع عمل سي تي وفوكس على الاسوفجس لقي لارج انتراميورال اسوفيجال هيماتوما. يا الله، يعني العينه كانت ماشيه على دابيجاتران ودخلت في اسوفيجال دايسكشن انتراميورال هيماتوما، ولما وقفت الدابيجاتران حصل ريزوليوشن للاسوفيجال هيماتوما. يبقى انت متخيل واحده زي دي ماشيه على انتوكوجليشن وشيست بين، وانت عملت السي تي وطلع دايسكشن فري وما خدتش بالك من موضوع الاسوفيجاس ده، كان ممكن تموت، صح؟ ف هارت اسوفيجس، ولما تشك والانفستيجيشنز بتاعتك كويسه اكسلنت، لازم تعمل ادفانسد ايميجنج زي السي تي والام ار اي. حصل فول ريزوليوشن خلال 3 شهور، وهم اكسبتنج ان في السيتويشن ده بدل ما تاخد انتي كوجريشن ادوها انتي بليتلت لغايه لما الهيماتوما تريزولف. طيب ده واحدة 83 سنة وجاية ب 8 episodes of vomiting، وبعد كده فرانك هيموبتسيس وسيفير ابيجاستريك بين، ودي احد الورنينج سيمتومز اللي لازم تريسبكت. واحد عنده شيست بين فوميتنج او هيماتيمسيس لازم تسسبكت حاجة في الجي اي تي. لما جم عملوا ديجيتال ريكت اكزامينشن الدنيا كويسة والاريكت اكس راي نورمال، فعلى طول لازم تعمل اندوسكوبي، ولقيوا فيه تير في الميد اسوفيجاس اللي هي الاسوفيجيال تير، حاجة بيسموها ايه صراحة مش عارف ارتها بالهيب سندروم ولا ايه ولا بيفر سندروم. المهم عمل السي تي لقي فري ميدياستاينال اير، فيعني قال لك ان ده تير، وكمان عمل بيرفوريشن وما كانش باين في الشيست اكس راي لانه كان في الميدياستاين. تمام. طيب دي واحد عنده 62 سنة وجاله شيست بين ونوزيا ساعة بعد الدينر، يعني كان بيتعشى ودخل في شيست بين، وقال لك ان هو كان عنده قبل كده بالمونر امبوليزم وعمل امبوليكتومي.
وعلشان الكلينيكال ديتيريوريشن والهيستوريك بالمونري بليزم قرروا ان هم يعملوا سي تي. يعني عنده ايه؟ شيست بين ونوزيا. جات له امتى؟ بعد 1 اور من الدينر. وعمل كل الفحوصات كويسه، اي سي جي والانزايمز والايكو وكل حاجه كويس. فهما دلوقتي شاكين فيه، فقال لك هنعمل ايه؟ سي تي. بص طلع ايه؟ قال لك ان الاورتيك دايسكشن رولد اوت والبالمونري امبوليزم رولد اوت، ولكن في ميكسد بارا اسوفجيال ابسايد داون ستومك. الاستومك نفسها طلع داخله وعامله كومبريشن على الليفت فنتريكل، وهو ده سبب الشيست بي. تمام. ده واحد عنده 47 سنه، جاء 3 اور شيست بين سنترال بيرنينج راديتنج للليفت سايد، يعني عنده وجع في الصدر حرقان وراديتد للليفت سايد، وكان في 1 ايبيزود اوف فوميتنج. هنا هنفكر في اكيوت كورونري سيندروم، وفي هايبرتنشن، يعني في ريسك فاكتورز، وفي نون الكحوليك فاتي ليفر، وهايبر كوليستروليميا، يعني اسكيميك اسكيميك يعني، ومتعود كمان بيشرب الكحول، ومفيش فاميلي هيستوري. الضغط بتاعه كان 172 على 119، ولكن الاي سي جي مفيش اسكيميك تشينجز. بدأ العلاج بتاع الاكيوت كورون سيندروم والنايتريتس علشان الكونسيرن بتاع الريسك بروفايل، وبيقول لك ان الميديكيشنز اونلي بارشلي امبروفد السيمتومز، يعني لما خد الاسبرين يعني ريحته شويه. التروبونين برضو يعني كان كويس. الكارديولوجي تيم رولد اوت اني كاردياك كوز، والاكيوت كورون سيندروم ستوبت، وبدا ان هو ياخد اوميبرادول علشان فكروا بالتفكير اللي احنا بنحاول ان احنا نزرعه، ان احنا نقول ايه؟ ان هارت زين اسوفاجس. فقال لك هنمشي على بي بي اي، ان الجرد ده الموست كومن كوز بعدين. فقال لك الاكس راي كانت نورمال وما فيش ساينز اوف كونسوليديشن، والاميليز والليفر فانكشنز نورمال، ولكنه برضو ستيل اكسبيرينس اون جوين رايت سايد لور شيست بين اند رايت ابر كوادرنت بين. لما عمل ابدومينال الترا ساوند لقى ان في ليجن طالع من الابر بول وفي ليفت كدني. في ليجن طالع منين؟ من الابر بول وفي ليفت كدني، وفي مايل تو مودريت اسايز. عمل السي تي لقى ان في ماس، والماس دي عامله انفيجن للجريت كيرفيتشر بتاع الاستومك، ويعني وقوع عامله شويه هيمو بريتونيوم، وخلاص عرفوا سبب الشيست بين بتاعها ايه. طلعت لايبو ساركوما، طلع ريتور بريتونيوم، وهي اللي عامله الشيست بين. المقصد من القول انا مش بقول لك ان انت هتشخص لايبو ساركوما، بس انت لقيت الانفستيجيشنز والورك اب اللوجيك اللي احنا حطيناه نورمال. كيب ان مايند ان انت تفكر اوتسايد بوكس، اعمل سي تي، اعمل ام ار اي، ابدومينال الترا ساوند، بعد الاكس راي والاي سي جي والايكو. ده مثلا واحد كان 47 سنه وعنده ان دايجنوست شيست بين بقاله 3 شهور، سنترال راديتنج الباك، عندي وجع في صدري راديتنج للباك، وما فيش اي جي اي تي سيمتومز، وبيقول لك ان هو بس عنده هايبرتنشن واند ستيج رينال ديسيز، وعلى جوسبرين واتينولول وهيمودايلز، يعني واحد سي كي دي وعنده شيست بين. قال لك ان الباس سيرجيكال هيستوري يعني كان في شويه رينال ستونز، وحط ستنتنز، حط ستنتات يعني، وبيقول لك السايكوسوشيال هيستوري كان في ستريس وديبريشن. طبعا يعني في انيميا وريزد الكرياتينين وسي ار بي، وده طبيعي مع العيان السي كي دي. الايكو نورمال، والانجيوجرافي كان نو سيجنيفيكانت، يعني عمل قسطره برضو قال لك نو سيجنيفيكانت فاين، بس في سيستوليك بلاد بريشر ديفرنس 10 اون بوث سايدز، والرايت ريديال بالس كان نوت بالب هول. يبقى عيان عنده ايه؟ شيست بين وان ايكوال بالس. ساعتها هتفكر في ايه؟ صح، اورتيك دايسكشن. عمل الشيست اكس راي، ليه فيه دايليتد اورتيك ناكل؟
بس برضو شكلها غريب شوية كده. لما عمل السي تي انجيو لقي ان في ابرنت اوريجين من الرايت سب كليفيان، وكمان في انيوريزم يعني، وكمان ايه الانيوريزم بارشالي ثرومبوزد وبيكمبرس الرايت انترنال جوجولار فين، حاجه بيسموها كوميريل دايفرتيكولم، ودي يعني حاجه كده ربنا ما يوريك. المهم اتشخصت بايه؟ بالسي تي. انت شكيت وعملت الانفستيجيشنز بتاعتك كويسه، عملت الشيست اكس راي قال لك في دايليتد اورتيك شادو، عملت السي تي قال لك السي تي انجيو بقى طلع فيه الايه في القصه دي تمام. فلين الرايت سب كليفيان ارتري كان بيتنت وطالع من الارش مباشره، والرايت رينال ارتري اتنويتد وفيها تروفايد وحصل له سيرجيكال كوركشن. وده الكوملز دايفرتيكولم، ده الرايت سب كليفيان بدل ما بيبقى طالع من البريكيوسيفاليك يبقى طالع لوحده دايركت من الارش بالشكل ده. المحاضرة دي طويلة فانت ما تسمعهاش مرة واحدة، اسمعها كده ايه على مرتين تلاتة بس يعني، هي من انا بسجلها ما بقعدش كتير اسجل فقلنا نسجلها على بعض. دي مثلا واحدة عندها 66 سنة وعندها سيرفايكال سكويموس سيل كارسينوم، هي متشخصة بالشكل ده وادمتت للجاينيكولوجي ديبارتمنت، وقال لك ان السي تي بتاعها ما فيش ابنورماليتي في الدايفراب وما فيش ابدومينال ديستنشن وما فيش اي مشكله، جت باكيوت رايت سايد شيست بين ودسنيا والساتوريشن بتاعها 75%، عملوا لها الاي بي جي بتاعها يعني شايفه اكسبتد شويه ما فيهوش مشكله هو جاست هايبوكسيا، والدي دايمر بتاعها عالي. فلاحظوا ان في بوست اوبراتيف انكريز في الدي دايمر ليفل، فقال لك خلاص احنا كده سسبكتنج بالمونري امبوليزم، هنعمل سي تي بالمونري انجيو، ولكن مفيش ساينز اوف بالمونري امبوليزم و نو ساينز يعني. At the same time قال لك في upward displacement للدايفرام في left sided shift of pneumomediastinum وفي colon located between the liver والدايفرام. شايف انت شاكك ان الحالة بالمونا امبوليزم بس ايه طلع ان القصة كلها ان العيانة colon اتزنق ما بين الدايفرام وما بين الليفر فعمل لك اكيوت رايت سايد شيست بين، والحاله دي بيعمل لها دي كومبريشن كده ترانس ريكتال والدنيا بتظبط، بس ما تبقاش العيان كومبليننج وممكن تسيبه يحصل بقى بعد كده انتستاينال اوبستراكشن وانت مش عايز تطلب سي تي يعني، واحده كانسر وبوست اوبراتيف ودي دايمر بوزيتيف فانت هتشك ان بالمونري امبوليزم حتى لو ما كانش في شك البالمونري امبوليزم والعيان ستيل اندايجنوزد، اعمل برضو سي تي هتبص تلاقي دايجنوزس غريب مع العيانين. بيسموها كلايدايتي سيندروم، كلايدايتي سيندروم، شوية سيندرومات غريبة كده. طيب ده مثلا واحد عنده 66 سنة وجاي بشيست بين وبقول لك ان هو عنده 1 ويك هيستوري اوف شورتنس اوف بريس اكزيرشنال وكراشنج شيست تايتنس بعد ما يطلع السلم، وقال لك ان هو اكيوت وراديتنج للنك وقعد ساعه وبيورسوس اكزيرشنال وكمان دخل في سينكوبال اتاكس قبل كده فيعني قطه وبتنونو عيان اسكيميك، وقال لك ان هو جاله ام اي من 20 سنه وهايبرتنسيف وهايبر كوليستروليميا والدنيا يعني ايه زي الفل وعنده انفلامات لوباول كمان، وقال لك ان هو ماشي على اتينورول واتورفا وماشي على بندرو فلوميسايزايد وازموبرازول، ومع الاكزامينيشن لون فلاشد شويه وافبرايل ويعني الضغط 160 80 والساتوريشن كويس. الاي سي جي قال لك في تيوب انفيرجن في ليد 3 و اي بي اف ومن في 1 لبي 6 وفي رايزنج تروبونين، ف
فخلاص ده اكيوت كورونري سيندروم، فراح يعمل كورونري انجيو. والبيد سايد ايكو لقي فيه ثرومبس في البلمونري ارتري. انت متخيل واحد داخل على اساس ان هو اكيوت كورونري سيندروم عامل ثرومبس، ليه فيه ثرومبس في البلمونري ارتري وكمان عامله جريدينت على البلمونري ارتري والرايت فنتريكل كان دايليتد. فالانيشيال يعني امبريشن قال ان ده ماسيف بالمونري امبوليزم. لما عمل سي تي وعملوا ديلي للكورونا انجيو شويه، لقي في لارج فيلينج ديفكت وده اكستندنج ليفت بالمونري ارتري، واللارج فيلينج ديفكت دوت يعني في ماس. فعملوا امبوليكتومي، ولما عملوا امبوليكتومي جايدت بالترانس اسوفاجيال ايكو، ده شكل الماس اللي كانت في البلمونري ارتري. لما عمل امبوليكتومي لقي ان الماس ادهرنت للانتما، وطلعت في الاخر ان دي بلمونري ارتري ساركوما. ف يعني معرفش لو هو ما كانش عمل سي تي للعيان دوت او ايكو قبل القسطره كان ممكن يعمل قسطره على طول ويطلع نورمال كورونري انجيو. ما حدش يفكر في السيناريو، خلاص يكالم داون ويمشي. بس لما عمل ايكو برضو كان ممكن ما يطلعش ماس، يعني ما تظهرش، جاست ان هو يلاقي دايليتد رايت سايد. فيعني keep in mind يا جماعة موضوع السي تي سي تي سي تي for the patient with unexplained chest pain. ده واحد عنده 67 سنة وجاي ال emergency department with chest pain of 3 hour duration، وقال لك ان الشيست بين ده pressure like و central location، وال patient started ال pain started suddenly and remained constant. يعني sudden chest pain وقاعد بقاله 3 ساعات. قال لك في sweating و palpitation و nausea و vomiting، وكان exertion شوية يعني لما بيمشي بيزيد، وما كانش ليه علاقة بالrespiration ولا البوتشرال، وكان 8/10 واضح ان هو سيفير، والاذر سيمتومز بتاعته كويس. الباست هيستوري بتاعه دايابيتك هايبرتنسيف وديسليبيديميا وعنده ستيبل انجينا، ف والعيان عامل بي سي اي كمان من 5 سنين وكان سيمتوم فري، وعلى كابتوبريلو كلوبيدوبريلو اسبرين واتورفاستاتين وعلى ريجولار فولو اب. هو عامل اوبن ابندكتومي قبل كده، شايل الزيتن قبل كده، وريتايرد سكول تيتشر يعني هو متقاعد، يعني مدرس متقاعد وما خدش كحول ولا خد اي حاجه، ولا كان في ديستريس ولا بيل ولا جوندس، ويعني شويه تاكي كارديا والبلاد بريشر كويس. عمل اكزامينيشن يعني الدنيا كويسه، ما فيش مشاكل في الشيست والهارت والابدومينال اكزامينيشن، بس في شويه ايبيجاستريك تندرنس يعني دي بوينت تو بي كونسيدرد. الاي سي جي نورمال ساينس ريزم ونورمال اس تي سيجمنت، والتروبونينز وير نوت اليفيتد يعني الكاردياك انزايم نيجاتيف، ولما خد السابلينجوال نايتريتس برضو ما تحسنش. قال لك ان البيشنت فيه سيفير نوزيا وان ايبيزود اوف فوميتنج وفي سمول اماونت اوف بلاد، فقال لك خلاص يبقى ده ممكن يبقى بيبتيك السر، ادي اوميبرازول. عمل ابر جي اي تي اندوسكوبي لقى ان في ديستورتد اناتومي اوف ستومك، يعني الاناتومي كده ايه مش ظابط كده. لما عمل سكان سي تي سكان لقى ان في ثوراسيك هيرنيشن اوف ستومك وذ روتيشن على الاكسس بتاعه. يا الله حاجه كده يعني ايه زي الجاستريك فولفلوس، وده هي اللي عامله له الشيست بين. شايف انت السيناريو كله كان ممشيك مع اكيوت كورونري سيندروم، لكن لما ريسبكت البيشنت كومبلين، ما هو الام اي بي فومت بس انت عملت الانفستيجيشنز بتاعتك ولقيت كل حاجه كويسه، فلازم تشك اوتسايد بوكس.
حتى لو even one drop of blood in the patient vomits you have to respect، لأن ممكن العيان ده يبقى هو ده الكي اللي تشخص بيه الجاستريك فولفلس اللي ممكن تعمل acute chest pain وممكن يحصل obstructions complication perforation وانت سايب العيان. برضو يعني من الحاجات اللي بتعمل chest pain وبالبوتيشن حاجة اسمها pulmonary sequestration، ودي برضو بتظهر في السي تي، وده يعني حاجة بيسموها sub diaphragmatic sequestration او extra vocal sequestration. ممكن اللوكال انستيزيا يعني رير قوي انها تعمل ميت هيموجلوبينيميا، بس يبقى هو ده اللي عامل ساينوزس وشيست بين. المقصد من القول ان احنا بعد المحاضرة الطويلة العريضة دي عايزين نقول ان احنا عندنا airway press circulation disability exposure. بعد كده في عندنا أسلحة اي سي جي شيست اكس راي ابدومينال الترا ساوند ايكو سي تي ام ار اي لاب اندوسكوبي. لازم توظف ده كله علشان تعرف توصل للعيان. مبدأ الأولويات هارت زين اسوفيس، والاي بي سي دي ابروتش هيخليك تلقط حاجات كتير من اللايف ثريتنج والسكريننج ايكو والشيست اكس راي والاي سي جي. ولما يبقى العيان انت فرتكت فيه كل حاجه وستيل ان اكسبلينت، لا تنسى الدي اس ام كرايتيريا اللي ممكن تخليك تشك ان العيان ده بانيك اتاك. انا عارف انها محاضره تقيله، بس اجين المحاضره دي بتتسمع على كذا مره مش مره واحده، واي حد عنده اي سؤال في حاجه يبعتها لي. رجاء مشاركه المحاضره، وان شاء الله نلتقي مع بعض في لقاءات اقصر من كده شويه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.